فرسان الإسلام، قناة رائعة تقدم لكم سير العظماء والأبطال والفرسان في التاريخ الإسلامي. رجاء الاشتراك في القناة تشجيعاً لنا لنشر المزيد إن شاء الله. أحد 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 أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا ذكرت الشجاعة والفروسية والمهارة والشهامة في النساء ذكرت أم عمارة. أم عمارة هي نسيبة بنت كعب من الخزرج، من أوائل أهل المدينة دخولا في الإسلام، ومن الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيعة العقبة الثانية. شاركت مع الرسول صلى الله عليه وسلم في غزواته، وكانت أول مشاركة لها في غزوة أحد. خرجت في البداية لكي تعين الجرحى وتعالجه، ولكن مع تغير دفة النصر لصالح المشركين في الغزوة تقهقر المسلمون وتوقهم جيش المشركين من وراء الجبل، وشاعت بينهم الفوضى، وأشاع رجل من بينهم يقول أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد قتل، فخاف الناس وتراجعوا وذهبوا إلى الخلف، إلى أن صاح فيهم قائل يقول: وماذا تصنعون بعد رسول الله؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه. فتناولت أم عمارة سيفا من أحد المقاتلين وراحت تدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل جانب. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ذلك الموقف: كنت أنظر إلى يميني فإذا بأم عمارة، وأنظر إلى شمالي فإذا بأم عمارة، وما بقي حول رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحد يدفع عنه إلا القليل. وتحكي أم عمارة ما حدث فتقول: رأيتني وقد انكشف الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما بقى إلا في نفر يسير من أصحابه، وأنا وابناي وزوجي بين يديه ندافع عنه، والناس يمرون به منهزمين، ولا ترس معي. والترس هو الدرع الذي يحمله المقاتل لكي يصد عن نفسه الضربات. فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا ومعه ترس، فنادى فيه: ألق ترسك لمن يقاتل. فألقى ترسه، فجعلت أتترس به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أعظم تلك الأسرة، وما أعظم هذه الفارسة، وما أشد ثباتهم وشجاعتهم، إذ كانوا جميعا أم عمارة وزوجها وأبناؤها حول رسول الله صلى الله عليه وسلم يدافعون عنه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يراهم حوله ويدعو لهم: اللهم ارحم هذا البيت، اللهم اغفر لأهل هذا البيت. فتقول له أم عمارة: يا رسول الله، ادع لنا أن يجعلنا رفقاءك في الجنة. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ودعا وقال: اللهم اجعلهم رفقائي في الجنة. فتقول أم عمارة: ما همني شيء بعد ذلك في الدنيا. أصيب ابنها عبد الله في ذلك الموقف في غزوة أحد، فيحكي ويقول: ضربني رجل فجرحت، وصار الدم لا يتوقف نزفه، فأقبلت أمي ومعها عصائب في جيوبها قد أعدتها للجراح، والنبي واقف ينظر إلينا، فربت الجرح وقالت: انهض يا بني، فضارب القوم. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن يطيق ما تطيقين يا أم عمارة؟ ثم مر الرجل الذي ضرب ابنها وقال لها رسول الله: يا أم عمارة، هذا ضارب ابنك. فضربت ساقه وأوقعته على الأرض، ثم أتت عليه فقتلت. قال لها رسول الله: الحمد لله الذي ظفرك وأقر عينك من عدوك وأراك ثأرك بعينك. تكمل أم عمارة فتقول: بعد ذلك جاء رجل اسمه ابن قمئة
يريد قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصيح بين الناس: دلوني على محمد، لا نجوت إن نجا. فهاجمته ولكنه ضربني ضربة قوية في كتفي. تقول: فاعترض له مصعب بن عمير وناس معه وكنت فيهم، فضربني هذه الضربة وضربته بعد ذلك ضربات، إلا أن عدو الله كان عليه درعان. وأصيبت أم عمارة في غزوة أحد 13 جرحا، وبقيت تعالج ذلك الجرح الغائر في كتفها لمدة عام كامل. وفي غزوة حنين، وقد كانت شديدة الوطأة على المسلمين، إذ نصبت لهم فيها الكمائن، فصار المقاتلون يفرون من ساحات القتال، فساحت في الأنصار تثبتهم وتقول: أي عادة هذه؟ ما لكم والفرار؟ ووقفت تقاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم عاد المقاتلون للقتال لما رأى ثبات رسول الله وقلة معه. وبعد فترة ظهر مسيلمة الكذاب الذي ادعى النبوة، وأرسل رسالة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيها: من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله، ألا إني أوتيت الأمر معك، فلك نصف الأرض ولي نصفها، ولكن قريشا قوما يظلمون. فرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب، السلام على من اتبع الهدى، أما بعد، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين. وأرسل الرسالة لمسيلمة مع حبيب بن أم عمارة. فلما وصل حبيب إلى مسيلمة قال له مسيلمة: أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال له: نعم. قال: أتشهد أني رسول الله؟ قال حبيب: أنا لا أسمع. فأعاد عليه مرة ثانية: أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال: نعم. قال: أتشهد أني رسول الله؟ قال: أنا لا أسمع. فاستفز حبيب مسيلمة بثباته وإيمانه، فغضب مسيلمة وأمر بأن تقطع أعضاؤه وهو حي، ثم رمى به في النار حتى استشهد. ولما وصل الخبر إلى أمه أم عمارة: ما صنعت كذا تصنع الناس من البكاء والعويل، بل قالت جملة تكتب بحروف من ذهب سطرها التاريخ، قالت: من أجل هذا أعددته وعند الله احتسبته. وكانت أم عمارة سببا في نزول آية من آيات القرآن الكريم، إذ قالت مرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أرى كل شيء إلا للرجال، وما أرى النساء يذكرن بشيء. فنزلت الآية الكريمة: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم. وبعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حين دارت حروب الردة في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، خرجت أم عمارة وابنها عبد الله في جيش خالد بن الوليد، وهاجمت هي وابنها وآخرون على الترس التي كان يحتمي به مسيلمة، وهجم عليها رجل فقطع يدها، ولكن ابنها عبد الله تمكن من قاتل أخيه مسيلمة، فساعد وحشي في قتله، أو قتله هو وحشي قاتل سيدنا حمزة بن عبد المطلب في غزوة أحد. تقول: رأيت ابني يمسح سيفه بثيابه، فقلت: أقتلته يا بني؟
فقلت: أقتلته يا بني؟ قال: نعم يا أماه، فسجدت شكرا لله وقلت: الحمد لله الذي قطع الفتنة. وكأن فرحها الأكبر لم يكن القصاص من قاتل ابنها وحسب، ولكن أن الفتنة انقطعت عن المسلمين بموت مسيلمة. هذه أم عمارة التي لا تعرفونها. هؤلاء هم النساء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فارسات نبيلات عظيمات، يدافعن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل ما أوتين من قوة. رحم الله أم عمارة، فقد ماتت بعد عام من معركة اليمامة متأثرة بجراحها، ودفنت في البقيع. رضي الله عن أم عمارة الصحابية الشجاعة. قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد: لمقامها اليوم خير من مقام فلان وفلان. وهبت روحها للجهاد، وكانت تحمل في قلبها قوة لا مثيل لها، فهذه الروح خلقت لتنير نور الإسلام وتشرق بروح الجهاد في سبيله. فهذه أم عمارة التي جعلت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ومن يطيق ما تطيقين يا أم عمارة؟ رحم الله أم عمارة ورضي الله عنها، وأعلى الله من شأنها بين أهل السماء. إن أتممتم الفيديو فضلا اشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس ودعمونا بلايك، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.